طيب أسئلة الوحدة الخامسة، عندي هما سؤالين مهمين جدا في الوحدة الخامسة، هما دراسة وإعداد خطة الموارد البشرية، وعندي خطوات كتابة التقرير. هما دولت النقطتين اللي بيتكلموا عليهم في الوحدة الخامسة عموما. هيكون طبعا الدراسة أو إعداد خطة الموارد البشرية فيها، يعني فيها طبعا أنتوا عارفين فيها مراحل كتير، والخطوات برضو فيها خطوات كتير. فطبعا هنكتب أول حاجة الدراسة، اللي هي الحاجات اللي لها علاقة بدراسة خطة الموارد البشرية. اتكلمنا امبارح إن هي في 6 مراحل. المرحلة الأولى وهي اختيار منظمة معينة، فمثلا ما يجي لك السؤال كده فتكتب مثلا اختيار، أول حاجة رقم واحد اختيار منظمة معينة. استاذ احمد، هذه الاسئله بتجينا اليوم اه 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 اجي لك كل يوم كواجب، واجي لك هبعتها لك برضك يا عبد العزيز على الجروب، بحيث ان انتوا يكون عندكم مرجع لاسئله الوحده الخامسه، عشان تبقى نجمعها كملخص يعني في الاخر خالص. تمام، الله يعطيك العافيه. الله يهمك. النقطه الاولى اختيار منظمه معينه. طبعا احنا هنكتب لك يعني الخطوات او المراحل ماشيه ازاي، وجوه كل مرحله في شويه تفاصيل كده بسيطه جدا تكون برضك عارفها. تاني حاجة اللي هي جمع المعلومات. وطبعا أهم حاجة في المراحل دي إن أنت تعرف رؤوس الأقلام، لأن طبعا مراحل مهم جدا حتى الترتيب، عشان السؤال يجي لك مثلا مراحل معينة، المرحلة الأولى هي جمع المعلومات، لا خطأ، هل جمع المعلومات هي المرحلة الثانية صح؟ فلازم تكون عارف الترتيب، مهم جدا. هكتب الأول المراحل وبعد كده هرجع لك في كل نقطة وأقول لك إيه المفروض نكتبه في كل نقطة. مثلا هنا عندي تالت مرحلة تحليل البيانات، جمعنا البيانات وبعد كده بنعمل لها عملية تحليل، ده بالنسبة للنقطة الثالثة. طبعا جوه التحليل في طرق تحليل البيانات، بس احنا قلنا هنأجلها دلوقتي خلال الآخر. وفي رابعا تحليل البيئة الخارجية، تحليل البيئة الخارجية دي مهمة جدا 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 في موضوع المنظمة. رقم خمسة تقدير الاحتياجات، تقدير الاحتياجات عموما، تقدير الاحتياجات من الموارد البشرية. طبعا السادس حاجة الأخيرة، طبعا زي ما احنا عارفين كتابة التقرير وإعداد الخطة الخاصة بالمنظمة. كتابة التقرير رقم ستة، كتابة التقرير إعداد. للموارد البشرية. تمام، كتاب تقرير وإعداد الخطة ده موضوع مهم جدا. طبعا احنا دلوقتي اتكلمنا على ال6 مراحل في دراسة وإعداد خطة الموارد البشرية. عامل خطة ازاي؟ عندي 6 مراحل، عشان لو حد سألك حتى في الشغل، حد سألك في أي مكان، هنعمل خطة ازاي؟ هل تعرف ان في خطة معينة في الموارد البشرية؟ هل في حاجات كتير جدا. أول حاجة بتختار منظومة معينة، وبعد كده بتجمع بيانات، وبعد كده بتحلل بيانات وتحليل بيئة خارجية وتقدير الاحتياجات من الموارد البشريه وكتابه التقارير واعداد الخطه. طبعا احنا قلنا ان كل مرحله فيها شويه يعني زي ما بيقولوا دهاليز كده بسيطه كده، تكون عارفها، علشان خاطر لو قال لك مثلا ايه تحدث او ايه هي اختيار طبعا المنظمه. طبعا انت في اول واحده اختيار منظمه معينه، اللي هي طريقه البحث عن منظمه لديها قسم اداره الموارد البشريه ولديها نظام تخطيط. يعني اول واحده مثلا في اختيار منظمه معينه تقول ان انت في مرحله بتعمل البحث عن منظمه لديها مثلا قسم الموارد البشرية، بحث عن منظمة عموما لديها قسم الموارد البشرية. ودي مهمة جدا 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 في موضوع البحث في أو الاختيار المنظمة، أو لديها ممكن تقول مثلا أو لديها نظام لديها نظام لديها نظام كامل. دي أول نقطة بسيطة جدا وخفيفة، جمع المعلومات هي تاني نقطة.
وجمع المعلومات. طبعا انت ممكن تكتب بقى ايه حاجات كتير. طبعا احنا قلنا مثلا جمع المعلومات بجمعها منين، مثلا بقول مثلا الكتب، الكتب مثلا عندي المطبوعات، عندي الصحف مثلا، حاجات لها علاقة بالصحف الرسمية، في عندي مثلا التقارير، عندي دراسات، يعني كل ما يتعلق بجمع المعلومات بشكل كبير جدا مهم جدا تكون عارفه. حتى يعني ممكن كمان عن طريق السي دي مثلا، اللي هي الأقراص، مدمجة، اللي هي سي دي مثلا، سيديهات. بس هي حاجات كتير بقى، جمع معلومات من على، ممكن نقول من على الإنترنت، ده مرحلة جمع المعلومات، إن أنت بتجمع معلومات عن شركة معينة أو بتجمع معلومات عن الموضوع بشكل كبير. طبعا المرحلة بعد كده هي تحليل المعلومات أو تحليل البيانات نفسها. طبعا بتكون التحليل عن الهدف، منها الإجابة، ووضع مثلا تحليل بيانات، نقول وضع الهدف منها، وضع جداول، معينة لأشياء معينة مثلا لعرضها وتحديدها. تمام، اوكي، ده نقطة مهمة جدا في موضوع تحليل البيانات أو وضع الجداول عرضها وتحليلها. بعد كده بيبقى عندي تحليل البيئة الخارجية للمنظمة. وطبعا تحليل البيئة الخارجية دي، وقبل ما انسى، طرق طبعا احنا اتكلمنا في ثلاث اشياء في تحليل البيانات، يعني عشان بس في ثلاث انواع تحليل البيانات عايزين نقفل دي. ماشي، ثلاث انواع هما، عندي النوع الاول مش متلخبطش كده، عندي كده انواع تحليل بيانات. تمام، عندي، خلينا نكتبهم جنب بعض افضل. عندي النوع الاول هو التحليل الوصفي، تمام، دي اول حاجه. وبعد كده عندي التحليل الاحصائي والنوعي، تحليل احصائي، وثالث، واحد اللي هو النوعي. ده بالنسبة لتحليل البيانات ووضع الجداول عرضها وتحليلها في موضوع ماشي ازاي. مهم جدا تكون عارف تحليل البيانات ماشي ازاي. تحليل البيئة الخارجية من المنظمة عموما، او المنظمة تحليل البيانات بتاعتها عاملة ازاي. طبعا انت بتقول عندي بالثلاث، حاجات بحللها عن طريق المنافسين. نعمل كده ونفتح قوس نقول المنافسين، وعن طريق الوضع الاقتصادي، وعندي آخر حاجة اللي هو القوانين التشريعية. ده بالنسبة لتحليل البيئة الخارجية للمنظمة، في المنافسين، الوضع الاقتصادي للقوانين والتشريعات. دي ده بالنسبة للتحليل الداخلي. طبعا تقدير الاحتياجات عموما، ده ممكن نقول نحدده من أساليب الكمية أو غير الكمية لاحتياجات المنظمة. تقدير الاحتياجات تستخدم الأساليب، الكمية غير، كتابة التقارير وإعداد الخطة طبعا المنظمة. ده سؤال تاني هنعمله، يعني اسمه كتابة. طبعا بعد الانتهاء من جمع المعلومات وتحليلها بنبدأ، طبعا دي بنقول مثلا كتابة التقارير دي بعد جمع، معلومات وتحليلها. تمام،
ده بالنسبه للست مراحل اللي اتكلمنا فيهم، اللي هم عن دراسه واعداد موارد خطه موارد بشريه، اختيار منظومه معينه. عندي يعني نوسع كده شويه. اوكي نفس الكلام ماشي، نوسع كده الموضوع شويه عشان يبقى واضح. اختيار منظومه معينه، البحث عن المنظمه دي لديها موارد بشريه، واخد منها نظام التشغيل وكل حاجه، جمع المعلومات كانت من كتب ومطبوعات وصحف وتقارير. وثلاثه تحليل بيانات، وهو وضع الجداول وانواع التحليل، تحليل وصفي واحصائي نوعي، وتحليل البيئه الخارجيه عن طريق المنافسين والوضع الاقتصادي وقانون التشريعات وتقدير الاحتياجات الموارد البشريه، الاساليب الكميه وغير الكميه، وكتابه التقرير واعداد الخطه مهمه جدا بعد جمع المعلومات وتحليلها. دي بالنسبه للسؤال بتاع ايه الخطه بتاعه الموارد البشريه. طبعا تعالى بقى ناخد ايه السؤال الثاني، وهي خطوات كتابه التقرير. طبعا اسهل حاجه دي خطوات كتابه التقرير، وطبعا مهم جدا نعرف بالترتيب زي ما الدراسه دي ما بتقول لك كده، لازم تعرف الترتيب. طبعا في الخطوات انا مش هحتاج منك تفاصيل كتير، انا كل اطلب منك بس تكتب لي مثلا واحد، اول حاجه اول واحد مثلا تحديد المشكله، طبعا رقم واحد تحديد المشكله عموما او الموضوع بتاع التقرير. موضوع التقرير ده رقم واحد، وعندي بعد كده رقم اثنين وهو اختيار الموضوع نفسه او تحليله، تحليل المشكله، وثلاثة بنظام معين فيه هو وضع الترتيبات الأولية لإعداد تقارير، وضع ترتيبات أولية لوضع تقارير. عندي أربعة مهم جدا تكون عارف أربعة دي ومركز فيها، وهي كتابة المسودة الأولية للتقرير، كتابة المسودة الأولية مهمة جدا. موضوع المسودة الأولية علشان خاطر نقطة معينة، علشان خاطر لو أنت في ناس بتعمل كده وبتعرضها على المدير، بحيث المدير لو عايز يعدلها بيعدلها قبل ما يعمل المسودة النهائية، فدي مهمة جدا تكون عارف مستوى عموما ماشي ازاي. رقم خمسة اللي هي كتابة المسودة النهائية، كتابة المسودة النهائية اللي احنا بنتكلم فيها النهاردة. وعندي فيها جوانب، يعني مثلا تحت المسودة دي في ثلاث حاجات مهمة جدا ناخد بالنا منها في المسودة. أول حاجة الهيكل العام للتقرير، طبعا ناخد بالنا من ثلاث حاجات، الهيكل عام للتقرير، وعندي الجوانب الفنية، وعندي في اعداد التقرير. وعندي بعد كده اللي هي محتوى التقرير، ده آخر حاجة محتوى التقرير. والحمد لله على كده، بس كده كفاية قوي. الخطوات كتابة التقرير، طبعا الملف ده أنا هرسله لكم، يعني ما تقلقوش، يعني الملف ده هبعته لكم على موضوع الصفحة عندنا في الجروب. بس فطبعا مهم جدا إن أنت تكون عارف، ان انت تكون على علم كبير جدا بالخطوات ودراسه وخطه الموارد البشريه. اختيار المنظمه عموما او البحث عن المنظمه لديها منظمه، دي مهمه جدا، وجمع المعلومات وتحليل البيانات وتحليل البيئه الخارجيه للمنظمه، دي مهمه جدا، وتقدير الاحتياجات من الموارد البشريه وكتابه التقرير واعداد الخطه. خطوات كتابه التقرير مهم يعني جدا تكون عندك خمس خطوات، هم تحديد المشكله ووضع موضوع التقرير، وتحليل المشكله ووضع الترتيبات الاوليه، ووضع التقارير، وكتابه المسوده الاوليه للتقرير، وكتابه المسوده النهائيه للتقرير. دول
دول سؤالين هعمل نعمل بيهم واجب، نفس السؤالين هم هم، انت بتقرأ منهم الاجابات دي وتحل باسلوبك. اهم حاجه ان انت تحل الواجب، يعني الهدف ان انت يجي لي اسمك، اسمك حالل انك حللت الواجب. دي مهمه جدا لان دي تعتبر بمشاركه، والمشاركه مهمه جدا في الدرجات. يعني مثلا بيجي يحط لي مشاركه، طبعا احنا عشان احنا بندرس اونلاين فالمشاركه بتبقى محدوده، ان محدش بيقدر يشارك، محدش بيقدر يجاوب كتير، فبعتبر الواجب ده من ضمن المشاركات عشان خاطر يحط لك عليه درجات كتير جانب درجات الحضور. يا شباب لو عنده اي حد عنده اي سؤال في درس النهارده، او حد عنده اي استفسار يقدر يتفضل يسالني، ما فيش مشكله. او عنده اي حاجه لها علاقه بالموضوع بتاع النهارده يتفضل، ما فيش مشكله. الله يعطيك العافية أستاذ أحمد، ما قصرت. بالنسبة للاختبار إن شاء الله، كم سؤال أستاذ أحمد ممكن يجينا؟ الاختبار إن شاء الله إحنا نحليه 20 سؤال صح وغلط واختيارات، تمام؟ يعني نخليه صح وغلط، ونخليه لأن طبعاً مهم جداً الصح وغلط، يعني سهل جداً للشباب، فإحنا بنحاول إن إحنا ممكن نخليه من الواحدة الخامسة، أو ممكن نضيف على واحدة كمان، بس خلينا في الوحدة الخامسة دي بس، يعني تعرف بس خطوات كتابة التقرير معين، حاجات معينة، فلازم تكون عارف الأسئلة اللي قدامك. يعني أنت لو ذاكرت السؤالين دول كويس جدا وعرفت تجاوبهم مفيش مشكلة، ده شيء كويس يعني. فده ده ده ده, ده التصور اللي قدامي دلوقتي يا أبو عبد العزيز يعني. الله يعطيك العافية أستاذ. ولا يهمك، وإن شاء الله يا أبو عبد العزيز أنت أول واحد، أديك 20، ما تشيلش هم. الله يعطيك العافية، ما قصرت. الله يرحم والديك. خلاص نجحت، بلغ بقى العيلة. نجحنا. الله يسلمك. ما ي... يا أستاذ أمرني. الشباب بعد يستعينوا، ما يقصروا ترى كلهم. بص حتى بدري بيرمي نفسه، يقول لك أنا الثاني يا أستاذ، شوف بدري بيحب. بدري على طول. الحمد لله من الثالث الأوائل، الحمد لله. هو دي الفكرة، هو قال لك الثالث الأوائل وأنا الثاني، وبدري ونفس الكلام، وقال لك أنا موجود معاكم. من بعد إذن الأستاذ كلكم فيكم الخير والبركة إن شاء الله. كلهم طبعا على عيننا وعلى راسنا. أنت وقد إن شاء الله. ده بس عشان خاطر المعزة والود اللي ما بيني وما بينكم، فالواحد بياخد راحته باخد راحتي معاكم في الكلام، وبتعامل معاكم جدا يعني كأخ، وهنو يعني موضوع يعني في اريحيه في الكلام، وانا لا يعلم ان انا الساعه اللي نقعد مع بعض فيها او الكلام اللي نفتح فيها الموضوع صراحه بكون مستنيها كل يوم. يعني الواحد بيحس انه بيتكلم مع حد منه او حد قريب منه، فربنا يدوم المعرفه ان شاء الله بينا ونكمل على خير ان شاء الله يا استاذ. امين. هو نحن كذلك، المحبوب عند الناس محبوب عند رب العالمين. ربنا يخليك يا عبد العزيز. اهم حاجه ما فيش حد عمل سبسكرايب يا عبد العزيز كده في القناه وكده، انا الدعم عندي واقع، فاتصرف انت مع الشباب بقى عشان كده الموضوع صعب. لا والله الشباب كلهم فيهم الخير والبركه، وما يحتاج حتى اقول لهم، هم يعرفون كل شيء. بس والله اهم حاجه ان الشباب بيستفادوا والناس كلها تستفاد من كل حاجه بنقدمها، اذا كان في الموارد البشريه، وان شاء الله قريب جدا يعني هنعمل حاجه كده علاقه بالتوظيف، ان ازاي تعمل حسابات بالتوظيف على الموقع الرسمي للتوظيف العالمي. يعني ان شاء الله هيكون دوره كده، يعني دي بعيده شويه عن الدبلوم، هتفيدكم جدا في موضوع اللي حابب يشترك ان شاء الله. ابعت لكم التفاصيل بتاعها ان شاء الله قريب. دوره عموما عن التوظيف، او ازاي بتقدم على بعض المواقع الرسميه للتوظيف عموما، يعني موجوده في السعوديه او موجوده عموما في الوطن العربي، ايه الحاجات اللي انت المفروض تعملها، وايه الحاجات اللي المفروض تعملها، وتاخد بالك من ايه وما تاخدش بالك من ايه، الحاجات اللي الاساسيه اللي انت تاخد بالك منها. فان شاء الله قريب اما اجهزها كده بجهزها لكم كده، ان شاء الله قريب هعمل عنها، واللي حابب يشترك معانا ويدخل معانا مفيش مشكله، هتكون مفيده جدا ان شاء الله ليكم. واحنا ان شاء الله في اتم الاستعداد، فكره جدا حلوه. الو استاذ، ترسلون الحين اللينك ولا بعدين؟
اللينك بتاع الواجب اعمله لكم النهارده ولا اشرح لكم يعني؟ لسه معاك الاسبوع كله يعني، اقعد معاك بقيه الاسبوع تحل فيه براحتك، ان شاء الله ارسل لك عليه التوصيل يعني.